السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم وزوي في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. بغيت بالضبط من هذا الفيديو باش نهضر في واحد الموضوع مهم على واحد الفيديو اللي بزاف الناس عشان يكونوا شافوه، الفيديو ديال الحقرة ديال برانك بين قوسين اللي تعدل ديك الراجل في مراكش. راح يوتيوب هو دائما اللي كنت كنقوله، يوتيوب هو واحد النافذة، بزاف ديال المشاهير ظهروا من يوتيوب، بزاف ديال الفنانين ظهروا من يوتيوب. يوتيوب واحد النافذة اللي خلت اي واحد يعبر كيف ما بغى، اي واحد يصور اللي بغى، اي واحد يعبر على داكشي اللي داخل ديرو يخرجو. اليوتيوب كان واحد النافذة ديال الحرية، بزاف ديال القرارات السياسية في العالم كامل تغيروا بسبب اليوتيوب. اليوتيوب شحال من حاجة كانت مستورة وفضحة. يوتيوب عنده واحد الدور كبير في واحد التطور، في واحد النهضة، سواء في العالم العربي ولا في العالم كامل. لكن اليوتيوب حاليا رجع مقترن بالفلوس، رجع مقترن بالفلوس. الناس رجعت كتعمل اي حاجة باش تربح الفلوس. كم بينا شفنا الفيديو ديال الرجل اللي في مراكش اللي ضحكوا عليه، دوك الشمايت يعني بغاو يعطيوها الفلوس. اللي باقي ما شافش الفيديو نخليكم مقطع منه هو الصراحه. المهم غنوريكم غير مقطع بلا صوت بلا والو، حيت الصراحه اي واحد، انا متاكد اي واحد شاف ديك الفيديو القلب ديالو يكون حس بشي حاجه. اي واحد حس بديك الحقره اللي حاسه في الملامح، كضر في الملامح ديال هذا الراجل، الحقره اللي حاسه، لان ضربني وما تهجرنيش. الضرب الجرح ديالو كيمشي، الحقره الجرح ديالك يبقى في القلب، ما عمره ما غادي يمشي. وكيما شفتوا الملامح ديال الراجل، يعني هو في امس الحاجه لدوك الفلوس، امس الحاجه لدوك الفلوس. اللي بقى اللي ما شافش الفيديو غادي نعطيه نبذه صغيره على الفيديو. هذا الشباب الضائع، هذا الحتاله ديال المجتمع، هضروا مع ديك الراجل بانه غادي يعطيوها الفلوس، بانه هو محتاج وغادي يعطيوها الفلوس، يعني حبا فيهم هو قال بانه كان باقي الخير في هذا البلاد، كيتسناهم يعطيهم ديك الفلوس باش يمشي يعني يقضي فيه المصالح ديالهم، يخلص بهم الماء الضو والكرا. في الاخر ضحكوا عليه وشنو كيصوروه، هادشي كامل من اجل المتابعات في اليوتيوب، هادشي كامل من اجل اللايكات في يوتيوب، هادشي كامل من اجل البوز، هادشي كامل في الاول والاخر من اجل الفلوس اللي كتعطي اليوتيوب. الفلوس خلو بنادم يزول العبايه ديال المبادئ ديالو ويسيبه ويلبس عبايه اخرى بوجه سنطيحه، يعمل اي حاجه من اجل اليوتيوب. شحال هذه بزاف ديال الحاجات كانت عندنا حشومه وعيب وعار. اليوتيوب جا فلوس، اليوتيوب فلوس ديال اليوتيوب لعب بالمخ ديال بزاف ديال العائلات. الكاميرا رجعت كتدخل البيوت ديال العائلات، البيت النعاس، بزاف ديال الحاجات اللي كانوا عندنا في الثقافه المغربيه كانوا عندنا حشومه وعيب وعار، وكنحشموا بان نوريوهم، وكنحشموا اصلا نشوفوهم. لكن بسبب اليوتيوب رجع كلشي حلالا، كلشي صباحا كيصور من انزيد. علاش؟ لان فلوس الشهر غادي يجيو من يوتيوب. المبادئ كتبدل بالفلوس. صراحه كنتمنى من صميم القلب السلطات المعنيه تدخل في هذه القضيه، تدخل في هذه القضيه ديال الفيديو، يرجعوا ولو شويه من الكرامه ديك الراجل اللي ضحكوا عليها اخرين. واخا هما صراحه ما كرامه ما والو، السيد محتاج مسكين، لان الحقره القديمه بقاتش في فلوس، في برانك بقات في حقره، فهمتي؟ وما تنساوش الدنيا دوار والدنيا كدور. هادوك الشباب الدنيا كدور، اليوم عليه وغدا عليك، ما تعرفش في المستقبل يوقع عليك كفس منه. لهذا كنتمنى من السلطات المختصه تدخل في اقرب وقت، توقف دوك الشباب وتعاقبهم العقاب اللي يليق بهم، العقاب اللي يستاهلوا، باش يكونوا عبره، باش يكونوا عبره لاي واحد، اي واحد في هذه البلاد السعيده بغى يلعب بالمشاعر ديال شخص اخر. هذه فرصه ايضا للقلوب الرحيمه في هذا المغرب الحبيب. هنا اعرف ان ماشي كلشي خايب، كاين ناس اللي مزيانين وكاين ناس خايبين في اي موطع، لكن هذه فرصه للقلوب الرحيمه في هذا البلد السعيد انهم يلتجؤوا لديك الشخص ويعاونوه، لانه محتاج. اول حاجه محتاج الفلوس ياك، وقبل من داك الشيء محتاج يدم الجرح اللي تجرح، يعملوا له شويه ديال الدواء في الجرح اللي تجرح في قلب، يعرف بان بصح كاين باقي الخير في هذا البلاد، لانه ملي قلبه فرح وقلبه ابتسم من الخير طعن وافي. لهذا نتمنى ورجعوا له ولو شويه ديال الامل في هذه البلاد السعيده، شويه ديال الامل في هذه الحياه. دائما كنقولها ونعاودها، الفلوس ماشي هما كل شيء، واليوتيوب المغربي للاسف ماشي، وكاين حذر لتحت، لان لاحظنا بنادم رجع المبادئ ديالهم المبادئ عفوا ديالو كيسيبو في سلة المعاملات،
من أجل فانز الدنيا.